تحية لكل متابعينا وهذه الفاصلة الصباحية، ويعني كانت بالتأكيد فيها اختيار ولمسات جمالية بتقع على قلوب الكثيرين. حنذهب مباشرة إلى جنوب كردفان ونتابع هذا التقرير هناك. في كردفان حينما يسمع هذا الصوت فالمؤكد أن حدثا مهما يجتمع عليه الناس على وشك أن يبدأ، المصارعة الحرة أو البيئية أو الصراع كما يسمى محليا، رياضة مقرونة بموسم الحصاد والأفراح. هنا في منطقة الحمادي تنادت جموع غفيرة من الجماهير لمتابعة الصراع والاستمتاع بمهارة وقوة المصارعين من شباب المنطقة. تنافس جائزته الوحيدة أن تحمل على الأعناق كبطل وتزف إلى الجمهور. وفي الذاكرة أبطال سادوا في المنطقة شهرة بأسمائهم الطريفة كالبترول وكلينكيت والأتوس والخرطة والكسر الباب. في الموسم كالآذى بلمنا الحياة الفرح بينات الناس والشباب شانتليم والسلام بينات الناس، ونحاول دائما يعني يكون بيناتنا إلفة ومحبة بين الشباب وبين القبائل. والقبائل أسل كانت في الصراع أكثر من 13 قبيلة، ونعتبر نفسنا كلنا ناس فرقان وناس مناضل وناس حلال وإخوة وتصافي، وعشان بينات الناس يكون بيناتنا السلام دائما. يعني الشباب ما بلمهم إلا حاجات الكبيرة دي. إضافة إلى أنها منافسة لاختبار القوة البدنية، فالمصارعة تعد فرصة للتواصل والالتقاء والتسوق وحفظ التراث الشعبي. الصراع هنا في منطقة في كردفان أكثر شعبية من كرة القدم، والآن أن احنا نتمسك بهذه العادات والتقاليد وكذا، وكلنا مجتمع واحد وسوف تمتد هذه الثقافات وهذا الإرث، والما عنده قديم ما عنده جديد. ولتنظيم الصراع كرياضة لها جمهورها الواسع تبذل جهود شعبية ورسمية لوضع لوائح للمنافسة لتكون بين الأندية وإخراجه من طابعه القبلي الضيق إلى نظام الفرق والأتيام. دارين الصراع ده ذاته نخلق منه حالة بتاع الترابط بين المناطق الموجودة. الحقيقة المناطق دي دخلتها نوع من الجفو، والصراع فترة من الزمن انقطع عن هذه المنطقة. الآن بدينا نلملم القديم في سبيل نعمل مزيج للناس ونطمس القبلية، زي ما قال أخونا شنت يعني الصراع القبيل بتاع القبيلة دارين الغيو، لأنه لما نكون صراع قبلي بيدخل نوع من التغير الآن في شكل أندية وشكل أتيام يعني بالمناطق بدلا من القبائل. وخذنا التجربة دي قبل كده مشاربات دبكر ومشاربات سوق رابحة، والآن عندنا نمشي الدلنج ولا هبيلة، لكن ما على أسس قبلية، على أسس بتاعت مناطق. وجزاكم الله خير وبارك الله بكم. عبد اللطيف عبد الله، الشروق، منطقة الحمادي.